باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا أم ربي عن أمومة العذراء أم النور، بندينه عنوان العذراء أعظم الأمهات. الحقيقة الكتاب المقدس بيدي كرامة للأمهات عشان أمومتهم، وبيوصف الأمهات بأنهم حنائن، جمع حنون يعني حنينة، عشان ما بينسوش ولادهم. ولو إن بعض الحالات الاستثنائية الكتاب بيقول لنا إن أحياناً الأم ممكن تنسى رضعها، ده كلام ده في سفر أشعياء أصحاح 49 بيقول لنا هل تنسى المرأة رضعها فلا ترحم ابن بطنها؟ وبعد كده يقول حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. فإذن ربنا عنده حنية أكتر من حنية الأمهات اللي أحياناً ينسوا ولادهم، ينسوا الرضيع الصغير، لكن الله لا ينسى. وفي حتة تانية يقول لنا كده في إزاي كده في سفر أشعياء يقول لنا كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم. الله يعطي عزاء ومحبة كبيرة لولاده وما يسيبهمش في ألماتهم زي ما الأم بتعزي ولادها. فقلب الأم هو قلب حنون بالفطرة، يعني الأمهات بيتولدوا بالطريقة دي، النساء يتولدوا مؤهلات لكي يكونوا أمهات وحنائن، عندهم حنية ربنا ادها لهم بالفطرة. لكن نلاحظ حاجة غريبة، أن معلمنا بولس الرسول جه كده وهو بيخدم كده ويشبه نفسه بالأم المرضعة، وبعت في رسائل يقول إيه، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. هنا بيشبه نفسه مع أنه راجل بأنه زي المرضعة في حنيته وفي ترفقه بالمخدومين. طب الأمهات بياخدوها بالفطرة، طب وانت جبتها منين بقى يا معلمنا بولس الرسول الحنية بتاعت الأمهات دي؟ فجابها منين؟ جابها من الروح القدس، لأن الروح القدس ده هو روح الحب، روح الحنين اللي يدي الإنسان إنه يحب، يعرف إزاي يحب ويعرف إزاي يضحي وإزاي يبقى حنون ومترفق. إذا كانت العذراء أم بالفطرة، طب ما بالنا بقى لما الروح القدس يحل عليها ويخليها ممتلئة نعمة، تبقى حنيتها قد إيه؟ الحنية بتاعت العذراء طبعا تبقى أضعاف أضعاف في أمومتها وحنيتها. وعشان كده العذراء من النور صارت أم لأعداد لا تحصى من البشر، قلبها وسع جدا بالحنية لكل أحد، وصارت أم للكل، أم للكل. فأهلت لأمومة عظيمة جدا لما الملاك قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة الآية تظللك. هنا هو بقت أم عظيمة، أم الله وأم للبشر دول كلهم، وعندها حنية تكفي الكل. ده اللي بيخلينا نفكر إزاي العذراء في ظهورها في الزيتون سنة 68 كانت حاسة بالناس ومتشغلة بيهم، وجات مخصوص عشان حنيتها تبارك الناس دي كلها وتهتم بكل واحد شخصيا في وسط الزحام. لدرجة في ناس كتبوا كده عن ظهور العذراء في الزيتون بيقول إن هي كانت كأنها بتهمس، كل واحد بيهمس كده كأنه في ودنها بيكلمها وهو بيصلي بيهمس لها، وهي شخصيا سامعاه ومركزة معاه قوي ومهتمية بيه. فالناس كانت مركزة مع العذراء قوي، مش مهتمة باللي جنبها ايه او ده بيقول ايه، كل واحد مركز مع العذراء كأم له، والعذراء بتسامعاه والعذراء بتجيبه. وعشان كده كانت بتحصل المعجزات، تحصل البركات، والناس كانت بتمشي من المكان وهي فرحانة جدا جدا جدا. فعلا العذراء هي أمي، إذا كان كل واحد بيفتخر ويعتز بأمه إن حنينة عليه ويفتكر حنية الأم، فالعذراء هي أم لأعداد لا تحصى من البشر. عشان كده احنا عندنا منظر جميل في كنيسة الزيتون، أقول الحقيقة بيحصل معنا في عيد الأم، لقي ناس كتيرة قوي زي ما بتروح لأمهاتها بتيجي الكنيسة وتحط ورد ورود وتيجي تعدي على العذراء كأم ليها، حاسين بأمومة ناحية العذراء، حاسين دي أمهم فعلا. ربنا يدينا أمومتها وشفاعتها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.